قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على تحركات في الكونغرس ضد الدعم الأمريكي للتحالف. وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج في مؤتمر عقده في أبوظبي أن بلاده ترى أن اليمن يجب ألا يكون مصدرا لأي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات. وكان البيت الأبيض قد رفض مشروع قانون في الكونغرس ينهي الدعم العسكري للحرب في اليمن. قدم في الحرب وقدم خارجها. إدارة ترامب مصرة على الاستمرار في حرب اليمن وفي دعمها للسعودية هناك رغم كل المآسي التي خلفتها. أما الكونغرس فيريد الانسحاب. تيموثي ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيقاف المشاركة في الحرب يرسل رسائل خاطئة. قبل أسبوعين حاول رئيسه في العمل وزير الخارجية مايك بومبيو إقناع الكونغرس بالموقف ذاته، لكنه فشل. عندما يتعلق الأمر بأهم قرار لنا كمشرعين وهو وضع حياة جنودنا على المحك، فإن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتصرف بمفردها. هذه الحرب أخذنا إليها رئيس ديمقراطي وهي مستمرة الآن تحت حكم رئيس جمهوري. إنها حرب استمرت بغير مشاركة أو موافقة الكونغرس وبغير إعلان رسمي للحرب، وهذا أمر غير مقبول. It was started and it has continued. منذ أن تفجرت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي حدث تغير كبير في موقف الكونغرس تجاه محاسبة الحكومة السعودية، وتزايد عدد الأصوات المطالبة بإيقاف الدعم الأمريكي لها في حرب اليمن. وبعد أن فشل مشروع قرار لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب مطلع العام، مر القرار نفسه قبل أسبوعين بأغلبية كبيرة. بينما تدور محادثات السلام في السويد بين أطراف الحرب في اليمن، تدور النقاشات هنا في الكونغرس وتبدو متجهة نحو قرار الانسحاب منها. إذا تم ذلك فستجبر إدارة ترامب على التنفيذ مهما كان موقفها. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن. ومعنا من واشنطن سيد مسعود معلوف الخبير في الشأن الأمريكي ودبلوماسي سابق. أهلا بك معنا سيد مسعود. في الوقت الذي صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على طرح مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن، تأتي هذه التصريحات والإصرار الأمريكي على دعم التحالف في حرب اليمن، كيف يفسر هذا؟ نعم، هنالك أمور كثيرة لا يتفق فيها الكونغرس مع الرئيس، لقد حصل ذلك مرات عديدة، وعلينا أن ننظر هنا أولا من الناحية المبدئية القانونية وثانيا من الناحية العملية. من الناحية المبدئية القانونية، الدستور الأمريكي وقانون صدر عام 1973 يعطي الكونغرس الحق ويعطيه القرار، هو الذي يقرر إعلان الحرب على دولة ثانية. هذا من الناحية المبدئية. أما من الناحية العملية، يجد نفسه الرئيس أو الإدارة أحيانا ملتزمة أو مضطرة للدخول بحروب قبل أن تأخذ القرار من الكونغرس. حصل ذلك مع الرئيس ريغان في بالنسبة إلى لبنان وبالنسبة إلى غرناطة عام 83، حصل ذلك أيضا مع كلينتون بالنسبة إلى كوسوفو وإلى بوسنيا عام 98، وحصل ذلك مع الرئيس أوباما مؤخرا في العام 2015، ومع الرئيس ترامب استمر ذلك قبل ذلك. ولكن طيب، هنالك هذا القرار يقول أنه في حال كان الكونغرس لا يريد أن يستمر الرئيس بالإدارة تستمر في الحرب، عليه أن يصدر قانونا موازيا لهذا القانون يطلب من الرئيس ويفرض عليه الانسحاب خلال 30 يوما. هذا من الناحية المبدئية. أما من الناحية العملية، سيد مسعود، التداعيات المتوقعة داخليا، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية عليها ضغوط، خاصة بعد مقتل الصحفي خاشقجي وبعد يعني عشرات الآلاف من الضحايا في حرب اليمن، أي تداعيات متوقعة داخليا؟ صحيح جدا.
نعم صحيح. الإدارة بالذات عليها ضغوطا كثيرة، سواء من الشعب ومن دول أخرى وأيضا من الكونغرس بالذات. المشكلة في الكونغرس أنه في حال اتخذ الكونغرس قرارا يطلب من الرئيس ترامب أن ينسحب من هذه الحرب أو أن يوقف أي مساعدة للسعودية نتيجة لكل ما حصل ونتيجة أيضا لمقتل الخاشقجي، الرئيس ترامب عنده صلاحية قانونية برفض بنقد ذلك وعدم القبول به، وعندئذ على الكونغرس أن يحصل على ثلثي أعضائه، ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لكي يتجاوزوا هذا النقد الفيتو من الرئيس ويفرضون عليه عندئذ الانسحاب. هذا من الصعب أن يحصل حاليا، لأن مجلس الشيوخ هو والكونغرس إجمالا هو مؤيد للرئيس ترامب، وإن كنا نرى حاليا بعض الداعمين من أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس ترامب يقفون موقفا واضحا ضده، مثل لينزي جراهام وغيره وغيره، خاصة بالنسبة إلى الحرب في اليمن بعد كل ذلك، وخاض بصورة أخص بعد مقتل الخاشقجي. شكرا جزيلا لك من واشنطن سيد مسعود معلوف، الخبير في الشأن الأمريكي والدبلوماسي السابق. نتابع بعد الفاصل. الفرنسيون ينتظرون رد السلطات في أزمة السكرات الصفر.